عسل رئيس هيئة المعارض نائبة عن وزير الصناعة، والأخ والصديق الأستاذ الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الأرشاد الزراعي نائبا عن وزير الزراعة، والشيخ خليفة الشمسي نائب السفير العراقي، وطبعا العماني أنا آسف، وطبعا زملاء شركاء النجاح الأستاذة خديجة أهلا وسهلا بيكي. والحقيقة مش هنسى ما أقدرش أنسى محمد الجلاد الحقيقة، لأن كان الفكرة نابعة من عنده، فأهلا وسهلا بيكم وأهلا وسهلا بحضراتكم جميع الحضور، شرفتونا ونورتونا. زي ما أشار الأستاذ محمد، العلاقات المصرية العمانية علاقات متميزة جدا، عمان دولة شقيقة وصديقة، والحقيقة طول الوقت ميزة عمان إنها طول الوقت صديقة وشقيقة بجد، يعني حتى أي ما لهاش دعوة بالأهواء ولا الأهواء السياسية اللي أحيانا بتبقى بين أي دولتين في العادي يعني، لكن احنا مع عمان دايما، وعمان معانا طول الوقت، هناك علاقات قوية مستقرة متقدمة. أيضا أسواق أكبر وأوسع، الآن نتحدث عن الأسواق الإقليمية، شفنا ورأينا لما جائحة كورونا انغلقت الأسواق، وبالتالي نقل السلع والخدمات كانت صعبة جدا بسبب الإجراءات الاحترازية، وبالتالي نعتقد أنه الآن أن الأوان للتفكير في آليات جديدة تتواكب مع المتغيرات الحاصلة في المنطقة، ونعتقد أنه الفرص والإمكانيات كبيرة، القطاع الخاص يعول عليه أن يقوم بما عليه من دعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، ونحن كممثلين للحكومة نسعى لتقديم كافة التسهيلات التي تطلبها القطاع الخاص، ونرجو أن نسمع إذا كان لديكم أي عقبات أو ملاحظات يمكن الالتفات إليها، ويكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية بتقديم هذه التسهيلات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.